السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حصلت حاجة من شوية كده، فقلت لازم أتكلم معاكم وفورا. كان في واحد عندي من شوية بيقول لي إيه رأيك في القطرة دي؟ قطرة هين بيستخدمها بقاله 5 أيام. القطرة دي المفروض إن هو جايبها من حوالي 3 أو 4 شهور، وتجدد معاه المرض أو العرض تاني فحب يستخدمها. طب أنت حطيتها فين؟ قال لي أنا حطيتها في التلاجة، فتحتها من حوالي 2 أو 3 شهور وبستخدمها، كل ما بتعب منها بحطها بستخدمها. طبعا يا جماعه مصيبه كبيره. قطره العين يا جماعه ليها مده محدده بعد فتحها. قطره العين ليها مده محدده بعد فتحها. في قطرات بعد 14 يوم من فتحها بتترمي، كل ده طبعا مكتوب على العبوه. في قطره ثانيه بعد 28 يوم، اقصى مده 30 يوم. لكن مفيش حاجه اسمها قطره بعد 30 يوم من فتحها تستخدم. القطره سعرها رخيص، سعرها غالي، محفوظه في ثلاجه، محفوظه بره في درجه حراره الغرفه اللي هي 25 درجه مئويه. الكلام ده كلام ما ينفعش. قطره العين استخدامها في خلال 30 يوم من فتحها. في قطرات بيكتب عليها كده خلال 14 يوم. مش عارف تقرا اسال الصيدلي، مش عارف تقرا اسال الصيدلي اللي واقف، قول له القطره دي ايه، يعني لمده قد ايه، هيقرا اللي عليها ويقول لك. لو مش عارف هيقرا اللي عليها ويقول لك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، القطرة بتاعت العين كل قطرة ليها درجة حرارة اسمها درجة حرارة بتحفظ فيه. في قطرة بتحفظ في درجة حرارة الغرفة، في قطرة بتحفظ فيه من 15 ل 25 درجة أو من 15 ل 30 درجة مئوية. في قطرة بتحفظ مكتوب عليها كده بتحفظ في الثلاجة من 2 ل 8 درجة مئوية. يبقى كل قطرة عين مكتوب عليها الكلام ده، معروف الكلام ده يا جماعة. فالقطرات مكتوب عليها الحاجات دي. طيب كمان في حاجة ثالثة، قطرة العين لها طريقه معينه في الاستخدام. لما اجي استخدم قطره العين ما ينفعش احط قطره العين كده واحط النقطه واعمل كده، لا، بتشد ايدك كده بالراحه خالص، بتشد الجفن من تحت كده، وبمسك قطره العين بمواجهه للعين وابدا انقط نقطه بنقطه في الجانب المواجه للانف، الجنب ده مش الجنب ده. ليه؟ عشان الجنب ده بيخلي العين تستوعب اكبر قدر ممكن من الدواء اللي هي حته الامتصاص. طيب بعد ما بحط النقطه بغمض عيني، ما ينفعش اعمل كده، ده كلام ما ينفعش. لكن قطره العين بتتحط كده، احط نقطه واغمض عيني، مش هرمش رمشه العين مش مظبوطه، لكن تغميض العين اللي هو كده، وافتح عيني تاني واحط نقطه تاني. طيب افرض انا عايز احط قطرتين مع بعض، احط القطرتين ورا بعض؟ لا، لازم يكون في فرق ما بين القطره والقطره من 15 ل 20 ثانيه. وانت مستعجل ليه؟ ما تستعجلش في حط قطرات العين، دايما خلي فيه مدة زمنية أنت ترتاح لها أصلا. لو الدكتور الصيدلي ما قالكش، لو الصيدلي اللي أنت رايح تجيب منه قطرة العين ما قالكش، تبقى فيه فترة معينة أو فترة زمنية ما بين القطرة والقطرة. في قطرات بتستخدم كل 8 ساعات. في قطرة يقول لك استخدمها كل ساعتين، حسب الحالة الدكتور اللي قال لك عليها، حسب الدكتور العيون اللي بيعالجك ما يقول لك عليها. دي قطرات بتستخدم كل ساعتين، في قطرة بتستخدم كل 8 ساعات، في قطرة بتستخدم 5 مرات في اليوم، فكل قطرة ليها طريقة في الاستخدام بتاعها. فأنا عايزين يا جماعة نلتزم بالإرشادات دي. والارشادات دي مهمه جدا في استخدام قطرات العين. طبعا الانسان لما بيحط قطره العين لازم يستلقي لورا كده، يعني بص معنى صح، بص في السقف كده وانا عارف انا احط القطره فين، في الناحيه دي احنا قلنا الجانب المواجه للانف، جزئيه مهمه جدا. وابدا احط نقطه بنقطه واقفل عيني. بعض الاوقات يقول لك حط قطره العين وغطي بغطاء العين المعروف، برضو نلتزم بكلام الطبيب بتاع العيون. مش فاكر كلام الطبيب بتاع العيون، دكتور الصيدلي اللي واقف في الصيدليه هو ملزم بالكلام ده، ان هو يديك النصيحه والارشاد المظبوط لحاجه زي دي. دمتم في صحه وعافيه، شكرا جزيلا على استماعكم. لو في اي استفسار او اي سؤال انا موجود تحت امركم. طبعا ما تنسوش السبسكرايب، ما تنسوش الاشتراك في القناه. شكرا، مع السلامه. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.